السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة جيم اون، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد بشرح جديد لأفضل بيلد ممكن تعمله كسولو، أفضل بيلد كمان للهيلرز إذا حتلعبوا سولو. أنت بالمهمات لما تطلع ليفل 40 وفوق حتكون المهمات صعبة عليك، حتموت بسرعة، الوحوش حيكونوا أقوياء، فمحتاج أنت بيلد يكون قوي، أو تضطر أنك تكتب أنا محتاج إلى هيلر، محتاج لهيلر يكون معي مشان اقدر اخلص هالمهمات، محتاج امشي كجروب لحتى اخلص المهمات. اوكي، بالبلد اللي حاعمله هلا انا وحاورجيكم اياه، حتقدر تعمل كل مهماتك بدون ما تحتاج انك يكون معك هيلر او تكون كجروب. بس اللي حاب تعرفه انه البلد هذا بسلاحين معينين، فانت اذا حتستخدم سلاحات اخرى وانت حتقول انا ما حابة اخسر المرحلة او انه اخسر تطوير الاسلحة الاخرى، فما بنصحك تلعب فيه، او انه فيك تلعب بالبيلد هذا وتوصل لليفل 60 بعدين تطور اسلحتك، او العكس تطور اسلحتك بعدين تستخدم هذا البيلد لتطوير ليفل الشخصية. طيب البيلد هذا بيعتمد على سلاحين، الهاتشت واللايف ستاف. اللايف ستاف انا شرحتها اوريدي بفيديو لحالها، اذا حاب تروح تشوفه روح شوفه، حتلاقيه باخر المقطع موجود، او فوت على القناة بتلاقي شرح للايف ستاف. الويبن ماستري ليكو لايف ستاف مشروح، في كمان تعب تحط النقاط توزعها هيك، بس بنصحك تشوف الفيديو مشان تعرف شو تقوي بالضبط وشو الافضل تقوي بالاول. طيب الاتريبيوتس تبعك كالعاده فوكس فول، لانه شخص اكثر شروحي بتكون للهيلرز. الويبن ماستري الهاتشت، الهاتشت اهم شيء عندك هو البرزيركر يكون مطور للخمس نقاط، وبعد ما تطوره فيك تزيد 2 بالمهارات تبعيتك وتزود البيركات الإضافية. وبس تفتح لك البيرك هذا الأخير فيك تضيفه، البيرك هذا بيفتح لك بعد ما تزود 10 بالشجرة هاي. طبعا أغراضك حتحط عليها فوكس، أو رح يكون فيها فوكس حتجيبها، لازم تكون كلها تكون لايت مشان يكون وزنك لايت، وتاخد الانكريس بالعشرين دامج وعشرين هيلينج اللي هو 20 ضربك بالمية يكون اقوى، وعشرين انه اعادة الدم عندك حتكون اقوى. بس الشيست او الدرع اللي على الجسم حتخليه ميديوم مشان تقوي دفاعك، فانت كله لايت الا الشيست حيكون ميديوم. اوكي، والفوكس حيكون فيهم كلهم. الاسلحة تبعيتك سلاحك الثانوي لازم يكون في امبرجيم، الامبرجيم بيخلي انه سلاحك يستمد قوته من الفوكس بدل ما يكون دكستراتي بحالة الهاتشت هون، ويكون في كمان 20 أو 30% ناتشر دامج اللي هو بيعتمد على ليفل الجيم اللي انت عم تحطه. شلون تعمل جيم كمان في فيديو انا شارح انه كيف تعمل جيمات ومن وين تجيبهم وشلون تطورهم، موجود في القناة كمان. بعد هيك بصير عندك بس تفوت وتهجم، تفوت وتهجم، موضوع سهل، مجرد ما انك تبدا الهجوم تضرب 3 ضربات على الوحش من الوحوش او اي وحش كمان، بس لحتى تعمل الستاك اب تبع الهيلينج. مشروح الموضوع هذا طبعا بالفيديو الثاني. عندي 4 ليفلهم 50 اعلى من ليفلي، طيب انا ليك ضربهم علي اقوى من هجومي. دوج كيو حرف اف نص الكيو تبعيتي، بدل على الهاتشت بستخدم البرازيركر وبلش اضرب. كما انت شايف الهيل تبعي ما عم ينزل، نستخدم الاف في المهارة نعطيهم واحدة ار، دمهم كله عم ينزلوا بسرعة، كمان ضل عندي 2 بس. طبعا بدون الهيلينج دغري بينزل دمي، فلازم تركز انه انت ما تموت. خلينا نقتل الوحشات، قتلنا المجموعة كاملة، ليفلهم 50 اقوى من ليفلي بليفلين، وقدرنا نشيل مجموعة كاملة مو واحد او 2. طيب شو اللي فادنا؟ اللي فادنا اكيد هو الهاتشت، لانه انت عندك هون مميزات كلها بتقوي هجومك، واردي عندك هون البيرك اللي بيخلي انه كل 4 ثواني يرجع 30% من دمك، بالاضافة الى اللايف ستاف اللي هو عندك التطويرة تبع المهارة هاي اللي بتعطيك 50% لأي هيلينج بيجيك من انت جوات الدائرة، فانت بعم يجيك 30% بالاضافة للخمسين هاي بصير 80، بالاضافة للدائرة نفسها اللي بتعطيك 20% كل ثانية، كل ما انت قاعد، كل فترة انت بتقضيها جوا الدائرة، فانت عم يجيك 20 مع 50 وعم يجيك 30 مع 50، فانت بدك تحسبها هيك، بدك تحسب انه بس 50 مرة واحدة، هو لكل هيلينج، هذا الهيلينج الاول، وبعدين عندك هذا الهيلينج الثاني، وبعدين احنا حطينا البيكون اللي هو الهيلينج الثالث، فانت عم يجيك كمية هيلينج قوية. طبعا ليش اخترنا البرازيركر؟ في كتير اسلحة ممكن ترجع لك هيلينج،
اخترنا البرزيركر لانه عندك هون اخر بيت بتضيف اللي هو بيخلي انه انت ما يتم مقاطعتك بمهاراتك او ضربك. انت لما تضرب بالاسلحة التانية ممكن تجيك ضربة من الوحوش اللي هم بتكون هيفي عندهم، بصير جست لونهم ابيض بيضربوك اياها فبيرجعوك لورا، بيعملوا لك كنوك باك. فبالمهارة هاي ما حصير كنوك باك، حضر لك جوا دائرة الهيلينج وما حتموت. طبعا بعض الاحيان ممكن يجمعوا عليك الوحوش ويصير ضربهم عليك كتير، وممكن انه ما تلحق تضرب تلاقي دمك عم ينقص بسرعة. كل ما عليك تعمل دوج دوج تهرب ترجع تفوت على الدائرة، تعطي واحدة ار او تعمل او تخليك بالدائرة تاخد بوشن بيرجع دمك فل، بترجع بتكمل عليهم. واول ما تروح الدائرتين من تحتك هروب ورجع حطهم من جديد. اول شي بتعمله ثلاث ضربات دوج كيو، جوا الكيو بتعطيها واحدة اف. طبعا ترتيب المهارات ممكن يختلف، فيك تزبطه انت من خلال انك تفوت على اللايف ستاف تضغط على المهارة اللي بدك اياها وتحط عليها الحرف اللي انت حاب تستخدمه، او تضلك على اللي انت عامله اذا انت مرتاح فيه. ولهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو، الفيديو كتير قصير وبتمنى يكون فاتكم، وبالسلام عليكم.